لكن اكيد طبعا خبر انتقال رونالدو اخذ اهتمام الصحافه العالميه كلها، اخذ اهتمام كل سوشيال ميديا، وبالتالي كان نفس الاهتمام اللي موجود ببطوله كاس العالم. كان في صفقات كتيره جدا حصلت الفتره اللي فاتت، لكن ما خدناش بالنا بسبب اهتمام الصحافه العالميه بكاس العالم. لكن رونالدو لما ينتقل من ريال مدريد بعد 9 سنوات من العطاء وتحطيم الارقام القياسيه و تحقيق بطولات، ينتقل إلى اليوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، واحد من الأندية العريقة، مقابل 105 مليون يورو. لا، هنا الصحافة العالمية كلها بتتكلم وبدأت إن الخبر ينتشر خلاص، وإن رونالدو وقع مقابل 4 سنوات ب 120 مليون يورو، كل سنة ب 30 مليون يورو. وده رقم إن رونالدو ما عرفش يوصل له مع مدريد، علشان كده رونالدو قرر الرحيل. مفيش شك ان رونالدو اضافه كبيره جدا 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 ليوفنتوس، وطبعا الهدف الرئيسي من تعاقد يوفنتوس مع رونالدو هو التتويج بدوري الابطال اللي يوفنتوس فشل فيه مرتين، صعد فيهم نهائي في اخر 3 4 سنوات، مره امام برشلونه، مره امام ريال مدريد، والاثنين خسرهم. وكان الأمام ريال مدريد كان رونالدو سبب في واحدة من ضياع البطولة أمام اليوفنتوس.